كان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا جنينا المر والعلقم. وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا موالينا. والحل يعني خلاص ما حد يعرف عمي هين؟ حسين ايش تبغانا نسوي؟ من اليوم الظهر ونحن ندور عليه وما يلا اي اثر وبس؟ كل واحد بيسير بيته؟ وما حد يعرف عمي هين؟ حي ميت ما حد يعرف؟ ايش تريدنا نسوي؟ قول ونحن حاضرين. نسير ندور عليه مره ومرتين وثلاثة ما نحصله، واذا ما لقيناه هني نسير ندوره في البلاد اللي جنبنا. ما له اي اثر ابد. دورتوا عليه زين؟ ما خلينا مكان ما دورنا فيه. زين والحل؟ يعني في كل مكان ما إلا أثر؟ ماشي غير نمشي ندور عليه في كل مكان مثل ما خبرتكم، وإذا ما لقيناه هني نصير ندوره في البلاد اللي جنبنا. زين صبروا، علي بعده مايا يمكن يكون لقاه. عسى إن شاء الله عسى. علي تأخر، تأخر وايد علي. أصبر يا مازن أصبر. ما في صبر أكثر من كذي، يلا تحركوا ندور عليه. علي بشر. عسى حصلته؟ لا والله ما حصلت. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما شي أمل؟ لا شي أمل شي أمل. يا نهر الريال ويقول إنه شاف عمك. أنت شفت عمي؟ نعم شفته. هين شفته؟ شفته في لنجه اليوم الصبح. في اللنج؟ نعم في اللنج، حتى وسلمت عليه وسلم علي. معقولة؟ أنت متأكد إن هذا عمي؟ نعم إني متأكد، مثل ما متأكد إنك قدامي الحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. عيل من منكم أنت وراح دور في اللنج وقال ما لقيته؟ علوان. بصراحة رحت وما لقيته. دورت زين في اللنج ولا ما دورت؟ بصراحة لا. على هين دورت؟ أنا ناديت عليه من اللنج وسقرته عمي أبر عمي أبر وما توايب معاي. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. لا إله إلا الله. لا يكون ميت عمي في اللنج وما حد يعرف. خايف عمي خايف، يمكن يكون ميت. ممكن تسكت أنت من فضلك؟ إن شاء الله. أرجوك اسكت. أنا مستغرب كيف عمي يعتمد عليكم أنتو. أنت خلي عنك السالفة الحين وخبرنا ايش الراي. بعد ايش الراي يا علي؟ نصير نشوفه ولا ايش رايك انت؟ ايش نسوي بعد؟ نصير نشوف. المشكله ماشيه فايده الحين، الوقت بيظلم وما بنشوف شيء. كيف يعني؟ راينك الواحد الحين يصير بيته ويصلي ويجيب فنر معاه والملتقى عند البحر. ونعم الراي يا مازن، بس ما حد يتاخر ان شاء الله. اي والله. يلا يا جماعه الهمه الهمه. يلا. حد يعرف عنه أي شيء. هين صار؟ أكيد استوى له شيء. ما حد يتأخر. عمتي عمتي. ها خير علامك؟ كيف علامك؟ أنت إيش تسوين داخل؟ وهيش تبيبي؟ يلسي معي نتريى أبوي، ما حد يتأخر. تراهم سايرين يدورون عليه؟ من الظهر هم يدورون عليه، الحين ليل. ايش ندورون هذيله؟ يا خوله يا خوله قلت لك صبري صبري صبري. نفذ نفذ. زين وايش بتسوين؟ بصير ادور عليه بنفسي. هين تدورين عليه وهم بعدهم يدورونه؟ يعني كيف؟ يعني صبر لحد ما يرجعون. خير يمكن لجو. واذا ما لجو ذيك الساعه يحلها الف حلال. انت هين سايره؟ سايره داخل عندي شغل. يا
مساك الله بالخير. ما الله يمسيك بالنور يا ولدي يا مازن. خير طمني، عساكم حصلتوا عمك؟ لا والله ما حصلنا، بس واحد خبرنا انه شاف اليوم الصبح عند اللنج. لقيتوه يعني؟ لا ما سرنا، حب نسير. مازن خلي بالك من نفسك يا ولدي، الدنيا ليل. لا تخافين علي يا امي، تراني ما صغير، وبعدين انا ما وحدي. زين سير بيت عمك وطمنهم. ان شاء الله يا امي، بس بعد ما نرجع تبريم شيء؟ لا احسنت يا ولدي احسنت. يلا ما انا ساير عنك، الجماعه يحرسوني هناك، بدخل اخذ الفنر ده داخل. يلا ما مشيت، فمان الله. فمان الله يا ولدي، فمان الله يا مازن. يا رب يا رب تحفظه يا رب، وتجعل له في كل خطوة سلامة يا رب. يا جماعة مازن تحير، عبود هين مازن؟ ما أعرف أنا، هيش دراني به؟ ما أعرفه. أنت ما سرت وراه؟ لا ما سرت، هيش تبى بعد؟ زين سير وراه، سيره. يلا اللي بقعد أنا على عينك ما بسيط، والله على كيفك أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين صبر شوية، يمكن مازن الحين. هذا مازن وصل. أكو وصل، يلا استرحت؟ بس خلاص زين. السلام عليكم. تحيرت وايد مازن. تحيرت يا علي، ليه ما صليت ودورت الفنر؟ خلا كيف تو؟ لان الحين ايش بنسوي في الموضوع؟ ايش كيف بعد؟ بس قصه مجموعتين يعني. حد بيمشي معي البحر ما ندور عليه هناك في اللنج، وحد بيحرسنا هني. خلا من بيمشي معي؟ انا بسير معك، وانا بسير معك، انا بعد يا مازن. يلا وعلوان وهدوان. يلا يلا توكلوا. ابو مازن الحين على ما صرت معه؟ وعلى ما انت ما صرت معه بصاحبك؟ انا قلت لك هني بقعد على عينك كيف. يلا سير انت راهم عاد. يلا والله احنا ناقصين ميانين. بس 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 اسكت. هالحين في اللنج هيك شفت انت بالضبط؟ شفته هني هني علينا. راشد نعم دوري قدام انت ان شاء الله. حمد نعم ورا ابوي ان شاء الله. سعد معك. خلاص شيمة خلاص. ها راشد حمد كيف لقيتوا شيء؟ مازن شوف هذه عصات عمي. ايه ليش يا بعد؟ هاي لقيتها هناك. علامكم قولوا شيء، ايش فيكم؟ هذه عصات عمي. هل هو هين؟ ولا تحيروا ولا تحيروا ولا تحيروا ولا شيء. الحين هم ايش يسوون هناك من ذيك الساعة؟ أنت بتسكت ولا ما بتسكت؟ ايش تبالهم ايش يسووا ما يسووا؟ إيه ما أكلمك أنا أنت ما أكلمك أنت. أنت بتسكت ولا ما بتسكت أنت؟ قلت لك ما بتسكت. ايش فيك؟ ما ايش فيك؟ يا جماعة أنتوا ايش؟ ايش؟ نحن في ايش؟ مازن مازن علي ايش هناك؟ ها؟ حصلتوه؟ لا بعدنا ندور. زين يلا بسرعة إن شاء الله إن شاء الله.
شفت لحم ما لقوه. زين وهيش تباني انا اسوي؟ يعني تراني مثلك قاعد هني والله. انت قاعد بس تتكلم وايد، اباك تسكت تسد بوزك. ايه والله 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 زين عاد انت تسكتني انا والله. هاي ما صارت. يا بود اسمح لك تمد ايدك علي. ما تمد ايدك علي. ما تشوف هذا مجنون هذا؟ ليش من وادم؟ خلاص يلا. يا جماعه اصبروا شويه. والله. هاي يا جماعة كيف إن شاء الله لقيتوه؟ أراش بشر. اسمع مازن، عمك ما له أثر البر. كيف يعني؟ يعني أحسن نصير ندور بمكان ثاني. بس عيزنا يعني؟ شو سوي؟ يلا توكل. يلا يلا يا جماعة يلا يلا مشينا. بشروا عساكم لقيتوه؟ دورناه بكل مكان وما لقينا له اي اثر. ما يصير يا جماعه الخير، معقوله ما لقيتوه؟ ايوه ما حصلنا. شوف علم مازن، هاي عصاته هي اللي لقيتوها؟ لقينا عصاته وسكين، وهالسكين هذه ما اعرف مال من بعد، هذه لقيناها على اللنك. والعصا ويابر يابر هينك عمي يابر، ما لقيناه مثل ما قالوا الجماعه، ما حصلناه. زين ما شفتوه؟ يمكن طايح في البحر. قلنا لكم دورنا في كل مكان ما لقينا. أتفهمون تو؟ زين وهيش بتسوون الحين؟ ايش بنسوي بعد؟ بندور عليه مره ثانيه باكر ان شاء الله الصباح فلاح. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. خير يلا الحين بنسير عنكم. عاد ما نترخص، تصبحون على خير. يلا كل سنه. يلا 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 مع السلامه. عندك باكر هنا ملاقى لنا باكر. مع السلامه مع السلامه. حول الله ان شاء الله بندور عليه مره ثانيه. ان شاء الله ان شاء الله. خير ان شاء الله. عارف ايش قصة هالعصا هذه؟ هي السالفة ما سكت عليها. إنا لعوض حريان هنا. ما لقينا مكان، ما لقينا مكان. يا عوض الشاي، يا عوض. صراحة يا عوض، صراحة هنا الشاي. رحنا الساحل قلبي بينا راد حياك الله. ايه ام جلعه ما حصل. اني مش حياك الله. عم علي مرحبا بك. شاهيك اليوم الله يخليك، ما قصرت. مشكور عوض، مشكور. موجود انا موجود. نورت المكان والله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. احسنت احسنت. ايه نفس يا جماعه الحين ايش بنسوي؟ والله اللي علينا سوينا، احنا ما قصرنا بشيء. لا 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 خير ان شاء الله. خير 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 ان شاء الله. خير يا رب ان شاء الله. عمي علي لقيتوه؟ لا بس علوان قال. ايش قال علوان؟ والله ما نعرف، بس يمكن هيش تكلم. لا يكون ياسر مسوي شيء في عم بيابر. ها ياسر؟ نحن نقول يمكن، حتى لما رحنا ندور عليه ما كان موجود. والله يسويها، سويها بعد اللي سواه فيه. سويها زين. والحل ايش بنسوي الحين؟ ماشي حل. الحل الوحيد اني انا اسير اشوف ياسر وواجهه بعد. اي علي بمشي اخبر مازن. ما تخبر حد ولا بتمشي مكان، خلي مازن روحه. ما تبغى تعب حد بصراحه. ايش قصدك؟ ما فهمناك. ما قصدي شيء، انتوا ارتاحوا وانا بسير مع الجماعه. ايش رايك؟ صح، نحن لازم نسير معك. بسير رباعه. يلا خلاص بسير معكم. اي ليش؟ ايش تبغى انت؟ ينس مكانك. تفضل عمي تفضل. خلاص كل شيء تدخل عمرك. ياسر يا ياسر. تأخر عمي تأخر. تأخر وايد وايد. تأخر وايد ياسر. طلع بسرعة طلع. انت يا لسهني وحندور على يابر. عليكم السلام علي. وبعدين ايش يخصني في يابر؟ هين سار من هين يا ايش يخصني فيه؟ كيف ايش يخصك وانت السبب اصلا؟ انا ليش عاد من اللي سواه فيك قدام الناس؟ الحين عاتبة تنتقم منه. هين يابر؟ هين يابر؟ علي سمعوني زين، احسنكم كل واحد سير بيته. خساره خساره. انتوا نسيتوا اللي سواه فيني يابر؟ نسيتوا؟ الحين انت تتهموني بشيء انا ما سويته؟ سيروا يا علي، سيروا من هنا. شوف
اللي تسويه ترى بيضرك بيضرك صدقني. علي سيروا من قدام باب بيتي انت وهذول التنابل اللي عندك، سيروا. شفتي يا نوار؟ شفتي يا نسبة ما عمل الله في بيتي ويجون يتهموني بشيء انا ما سويته، يتهموني في غياب يابر؟ ظالمينهم يدافعون عنه، ما صدم قلبهم ويساعدونه يوقفون معه. ما عليك ما عليك يا ياسر، ادخل ادخل داخل وان شاء الله ما يصير للخير. الي الي يابر انت ايه؟ احنا ندور عليك، ايش سوالك؟ احنا بخبرك خلاف انت الحين داخل من الاخر تراني تعبان جوعان. يلا شو مازن خير ان شاء الله حصلتوه؟ لا والله ما حصلنا. ما حصلتوه؟ عيل هيش هذا في دينك؟ هذه عصاته. وين لقيتوها؟ على اللينك. وهو؟ هو دورنا عليه في كل مكان، حتى في البحر. حتى في البحر دورتوا؟ دورنا حتى في البحر، قلنا يمكن ياتي دورة راسه وشي وطاح في البحر. لا 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 ما اظن يا مازن، وبعدين لو طاح في البحر أكيد إنكم بتحصلونه. المهم الحين هيش ناويين تسووا؟ والله ما أعرف، بنحرس لين الصبح الله يفرجها إن شاء الله. يعني هيش ناويين تسووا يا مازن؟ ليش بنسوي بعد ما بندور عليه مرة ثانية؟ زين صرت خبرتهم طمنتهم في البيت؟ لا لا ما يصير يا ولدي، لازم تخبرهم لازم تطمنهم. ايش اخبرهم يعني؟ ايش اقولهم يعني؟ يعني اقولهم ان لقينا عصاته وما لقينا؟ لا عيل ايش اسوي؟ قولهم ما لقينا بندور عليه الصبح ان شاء الله، بس بصلي وبسير. على كيفك يا مازن، الله يحفظك. شو كل هذا يطلع من حمزه؟ شوف التحت هاي الطيب المسكين يطلع منك. ما صدقت. نعم يا علي ما صدقت. اتذكرت كلامك يوم قلت لي ان هذا ساكت ناكت. قلت لك ما صدقتني لكن ما قلت لي. من يوم طحت في الماي الين الحين انتهين. يوم طحت يا اخوي يا علي دار راسي دار راسي، ما حسيت ما حسيت. يلا 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 ظليت فتره طويله قابض في الحبل ما تحركت. مني داير راسي ومني يبست يديني. يلا 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 لا أقدر تتحرك ولا أقدر تطلع فوق يبست. وبعدين هيش سويت؟ ماشي عاد عند المغرب قلت لازم أطلع، والله لو تنبيت في الماء كان يبست ومتت. وبعدين قمت أسبح وأسبح لين وصلت السيف. رم تسبح؟ هي سوي عاد أروم أروم عاد. قلت عاد فين بسير؟ قلت ما شيء اللي عندك انت، اقرب واحد انت. ومن المغرب انت هني؟ انا جالس ما اقدر، ما رمى اسير مكان ثاني. ترانا احنا من الظهر واحنا ندور عليك. الحين يا علي اخوي ابى اطلب منك طلب. تفضل انا جاهز. اباك تصير تجيب لي علوان وفدوان. الحين؟ الحين بدل جاهم هناك في الدكان. ايش دراك؟ يمكن تعبوا وصاروا البيت؟ لا ابوي بتحصلهم هناك، احيدهم يلبسون هالوقت. سير جيبهم معك، هاتهم معك لا تخليهم. زين انت ارتاح وتعشى، انا الحين بي. زين يلا. يا يا كيف ما له اثر؟ اقول لك ما له اثر البر. انت متاكد انه طاح في البحر؟ متاكد مثل ما انا اكلمك الحين. غريب يكون غرق لكن لا ما اعرف. يابر يعرف يسبح
أقول لك لما طاح طلع دم من البحر، يمكن تكون السكين طعنته ومات. زين السكين لقوها؟ ها؟ هي لقوها؟ حد هي لقوها حمزة الله يهديك، لقوها في البحر، لكن يابر ما له أثر. يمكن السمك كله؟ لا 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 ما أظن، إلا إذا يكون المون شلة ورا البحر يمكن، لكن أقول لك باكر كل شيء بيبين. يلا بترخص الحين عنك. وأنا إيش بعد يا حمزة؟ علامك يعني إيش الحل؟ إيش أسوي؟ إيش تسوي بعد؟ أقعد هني ولا تتحرك لين ما يجي الصبح. هي بس أخاف. خاف من إيش يا حمزة؟ ترى اللي تخاف منه روح مات. أخاف تروح تخبر علي مازن. حمزة علامك أنت صاحي مينون الله يهديك، طمن أنا ما بخبر حد البر، استريح. يعني حرصك لين ترد ولا تتحرك مثل ما قلت لك. يلا مع السلامة. يعني كيف؟ نشقت الأرض بالأتة؟ ما أعرف يا خولة، ما بقينا مكان ما دورنا فيه ما له أثر. ظهرنا ما حد يهم حد، كلنا عليه من نفسه. إيش قصدك يعني؟ أقصد لو كان أبوي يهمك كان ما رجعت إلا وهو معك. خولة أقول لك البلاد شبرناها شبر شبر، ما له مكان ما له أثر، دورنا في اللينك دورنا في البحر ما لقينا، إيش سوي يعني؟ يعني هين صار؟ خولة هين سايرة؟ أصير أدور عليه بنفسي. خولة استهدي بالله، يلس مكانك أحسن لك. أنت ما دورتوا عليه زين؟ كيف ما دورنا؟ أقولك دورنا في كل مكان، وباكر من الصبح أنا متواعد مع الجماعة نمشي ندور عليه إن شاء الله. لا تشيلين هم، استهدي بالله، يلسي. أنا سير عنكم ما الله. استهدي بالله يا خولة، يلسي. عابد هلا مازن. انت من هين جاي؟ جاي من عند ها؟ جاي مني لا مني من هين مني يعني؟ وين تبى؟ من عند البحر جاي، كنت تمشي. ايه المهم قلت لي ايش اخبار عمك؟ لقيتوه ولا غاب؟ ما لقيناه ولا نعرف عنه، دورناه في كل مكان ما حصلناه، متواعدين باكر ندور عليه ان شاء الله الصبح. عسى ان شاء الله تلاقيونه، على الاقل اذا ما عشانه هو علشان خاوله. عسى ان شاء الله. يلا وما عبدك. خلاص ما ساهر؟ خلاص. انزين عمي انا جيت اللنش وسقرت عليك عمي يابر، ما حد توايب عمي. وين اقدر اتوايب؟ الله يهديك انت بعد علوان، هاي لك ساعة روحي حالتي حالة، ما قادر اسوي شيء، راسي داير. المهم الحمد لله على سلامتك عمي، الحمد لله على سلامتك. بصراحة مازن واهل البلد وقفوا معانا وقفة رهيب. اعرفهم ابوي، اعرفهم اهل بلادي. لكن اقول لك حمزة كان معكم؟ حمزة؟ اه لا عمي ما كان موجود. اعرفه ما بيكون موجود اعرفه. وعيل هين صار عمي؟ خلاف بخبركم خلاف، المهم انتوا لا تنسون اللي وصيتكم عليه. افا عليك عمي، دام معك علوان وهدوان لا تحاتي شيء ابد يا عمي. باين بس نحن مواعدين مازن واهل البلد باكر الصباح نصير ندور عليك عمي. سمعت ثاني رجعت يا الخبولة، تدورون على من بعد؟ شغلتنا عليك يا ابوي مرة ثانية يا يابر، إذا تبى تصير مكان خبرنا ولا تخلي البلاد كلها تدور عليك. وعن ايش يدورون علي؟ أنا ما ولد صغير، أنا ريال عود. المهم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا بنتي، بس أنا باكر ناوي أقوم من وقت إن شاء الله. زين عيل تصبح على خير. يا بنتي لا تأخذين في خاطرك، لا تزعلي، تراني تعبان وايد وبارقد. لا يا أبوي أنا ما زعلانة، أنا بس مشتاقة لك وكنت خايفة عليك لأني ما عندي حد في الدنيا غيرك. لا تخافين يا بنتي، لا تخافين على أبوك. يلا بنتي سيري بنتي، تصبحين على خير. وأنت من أهل الخير. بارك الله فيك. طيبة خير؟ سيدي يبيني شوية مي إن شاء الله. ما عليك يا حمزة، ما راويتك وذليتك ما أكون أنا يا أبا. أسكت بص، أسكت سلبة همولة لا ايش سويت بص. اسكت
قولوا لنا ايش سويت فيكم الحين. اسكت. ايش هناك على معمز؟ ايش مسوي؟ لحظه يا مازن، لحظه، بتعرف كل شيء. وبعدين هلكم انتم الصبح ننتظركم. لحظه يا مازن، الحين بتعرف كل شيء. واحد منكم يقول لي وخلاص. انا بقول لك يا مازن. يا بر. نعم يا بر. اي تحسبوني مت ولا ايش؟ على سلامتك يا عم. سلامي. الله يسلمك يا مازن، وحسيت ما قصرت على اللي سويته. هين كنت؟ انا بخبرك هين كنت. امس لما كنت غايب عن البلد، كان هالخسيسه اللي تشوفونه مربط حاول يقتلني. نعم هذا حاول يقتلني امس في اللنش. جالس اكلمه قام ودفرني في البحر وطعني بالسكين، لكن الحمد لله نجيت. هاي نمت. قام وشرب. كذاب. 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 هو طلب مني يقتل ياسر. كذاب والله كذاب. وش والحين لازم ياخذ جزاه. لازم ياخذ جزاه. عندي بديه. سيدة. تعرف انه بس استعبه. بس خليه يموت على يديني. سد الشبه. يموت على يديني يا ابوي. يموت على يديني. اذبح عمي. اذبح. هدوان علوان. نعم يا عمي. شلوا البحر. صبحوا زين. خليه يضرب الماء المالح زين على استطال. شلوا عمي. شلوا عمي. شلوه. شلوه. هاتوه خلاص. ما له داعي. شلوه. شلوه. سد الصبح فيه. شلوه. سد بس. وانت بعد يا اخوي سامحني على الكل اللي فات. انا من ناحيتي يا طيبه نسيت كل شيء. انا يا طيبه تغيرت. انا ما بعلي الا ولي اللي انت تعرفينه. اجي خلني احس انه وراي ظهر. افعليت افعليت يا طيبه على طول ان شاء الله. سمعي، اذا بغيتي شيء ولا شيء لا تترددين، ترى بعطيك من هالعين قبل هالعين. ما عليك زود يا اخوي، وعساك ذخر ان شاء الله. امين. عاد بترخصني. يس بعد وقت. ليل يا طيبه ليل. وسلمي لي على يابر وايد. يابر تعبان ورقد اليوم الوقت. من حقه يرقد، اللي صار اليوم ما بشويه. يلا في امان الله. يلا حياك حياك يا اخوي علي. حياك يا مازن مبجي. الله يهديك. هدي نفسك. هدي نفسي ايش عابد؟ ليش اهدي نفسي وانا اشوف ظلمك اليوم يزيد اكثر واكثر؟ وانت ايش في يدك تسوي؟ ما اعرف، بس هذا الحال ما عايبني ابدا. ما انت ما عايبنك يا مازن، كل واحد في البلاد ما عايبنك، لكن ايش تباهم يسوون؟ يوقفونه يوقفونه عند حده. وليش ما توقف له انت؟ انا عندي السبب اللي يمنعني. حتى هم عندهم السبب اللي يمنعهم. ولا نسيت؟ نسيت ان عمك متين كل واحد في البلاد مهما كان. مهما كان يا عابد، بس لازم يسوون شيء. اذا تباهم يسوون شيء يا مازن، انت قبل لازم تسوي شيء. انا بسوي يا عابد، وعندي الحل، بس مأخرنا لين يجي وقت. ما الحين. زين يا مازن، نحن ما نتريح الوقت، وعلى كيفك. اللي سواه ياسر واللي سواه حمزة يخوف، واللي ياهم ما كفاية. لازم أقولهم، لازم أخليهم ما يسوون أي شيء إلا بشوري. ما لهم بس، كل واحد فن بلداي. ما عليكم، أنا براويكم بعلمكم وخليكم لما يذكروا اسم يابر ترتعشون تخافون. ومنشوف منشوف يا ياسر يا حمزة. يا حمزة ايش اخبارك الحين؟ الحمد لله يا عابد، شوفت عينك. يعني ان شاء الله احسن. تمام، بس يابر هذا ما عليه. ما علي، أنا براويه. إيش بتسوي يعني يا حمزة؟ بوقفه عند حده. لازم يوقف عند حده. وحدك؟ ها؟ إلا ما وحدي، أنا وإنت وياسر وهالبلاد كلهم. والله إنك ضحكتني يا حمزة. كلامي إيش فيه ضحك؟ يا حمزة هالبلاد مساكين مساكين، يا برب ماسكنهم ومجيدنهم بالديون اللي عليهم. ما تعرف، نحن لو وقفنا وقفة ريال واحد واتحدنا، كان يابر هذا بيتوقف عن اللي يسوي من ظلم وجبروت في الناس. يا حمزة يا حمزة، نحن نحكم علينا ان نشوف ونسكت. اللي اكبر منا نحن ما رايب يسوي شيء. عاد نحن بنسوي
كيف يعني؟ يعني اسكت واصبر لما يجي الفرج من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. ها مازن اشوفك يالس بعدك. يالس شوية ايش نا؟ خل اقوم اروح. وين روح؟ بعدين روح من تروح البيت. رايته؟ ها وعندك شيء؟ ايش عندي بعد؟ يلا سكتك يالس. خلا خلا. نعم اسمي عمي ادبهم ترى ادبهم. نعم اليوم ضرب حمزه وياسر قدامهم اسمي تهدبوا. تهدبوا نعم تهدبوا. لا حيل بيخليهم على كيفهم. ألامك شي مستحيل؟ ريوك ذاهب؟ من زمان لكن انت هين تبى تصير؟ أبصير البحر شوية. تصير البحر؟ هيش تسوي؟ بصير أشوف اللنج واطمن عليه. كل يوم تشوف اللنج من يوم ما يابو الجماعة وانت كل يوم تصير تشوفه؟ ما بيرتاح بالي لما أشوفه يسافر ويبحر بعد. بعد؟ زين تعال تريق وفكنا من اللنج. يا حرب أنت ما تعرفين اللنج هيش بيخليني. بيخليني أكبر وتكبر تجارتي معاه. قول إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. زين ومتى السفر؟ السفر ان شاء الله بعد شهرين ناويين عند الموسم. موسم؟ موسم ايش؟ موسم نبسري والفاغور. ترى الفاغور مطلوب في الهند يا طيبة. يمكن. يلا يلا تعال تريح. يلا, يلا خلق. ياسر حياك تفضل. احسنت. من هين جاي؟ والله ايش اقول لك، هذا انا ماشي ولا اعرف لهين. خير علامك ايش فيك؟ ما اعرف ما اعرف بس احس نفسي اني متضايق متضايق. اقول لك انت حصلت شغل ولا بعدك؟ لا والله ما حصلت، وهذا اللي مضايقني وشاغل بالي. ما اعرف ايش اقول لك يا ياسر، لو عندي مكان في الدكان كان شغلتك. احسنت يا مازن، انت ببونك ما تقصر. زين ايش رايك اكلم لك عمي؟ ها يابر فيش تكلمه؟ اكلمه يشوف لك شغل معه. اشتغل مع يابر؟ ما فيها شيء، ترى كل شغل يا ياسر. ايش رايك؟ زين لكن تهاي يوافق يشغلني معه؟ انت خلي هذا الموضوع علي. زين اللي تشوفه يا مازن. خلاص عيل انا بشوفه وبرد عليك. وانا انتظرك. يلا نسار السوق، بتي معي؟ لا يا مازن سير انت توكل. يلا متلاقين ان شاء الله. تمام برد عليك اليوم ان شاء الله. جزاك الله خير. انا خير ان شاء الله. لا تحاتي ياسر لا تحاتي. اقدر اسوي دقل من عود فرفينه، واقدر اسوي شرع من ظلة التينه، واقدر اسوي من شغراف لي حلوه، واقدر اسوي من الدخان لي شيله. الله يا خالتي الله، لما تغنين هذه الاغاني ارتاح. قولي خالتي منين تعلمتوا هذه الاغاني؟ هذه كنا نغنيها يا ولدي يا عابد لما كنا بنيات صغار ولما كنا نتمريح. زين خالتي يعني هذه انتوا رواحكم تقولونها؟ شي رواحنا نغنيه وشي خذناه من امهاتنا. الله يا عابد تريق الحين انت. لا خالتي بتريق مازن لما يجي. مازن سار السوق من الصبح يا ولدي. عاد لا اله الا الله اشطنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. تفضل. شكورة. كنت جايه بكلم عمي في موضوع. خير ان شاء الله. لا خير. وهنا ما موجود؟ ما موجود، طلع من شوية. اعتقد بيصير عند البحر وبعدين بيصير السوق. حظي ما لحقت عليه. حظك ما حلو. بالعكس حظي وايد حلو، لاني شفت وجهك الحلو. كيف حال خالتي أصول؟ الحمد لله بخير. وتقولك تعالى زوريها اليوم.
هي تقول شي؟ وأنا بعد. ها أشوفك زارن اليوم مازن. هلا عمتي. كنت جاية بكلم عمي في موضوع. خير؟ خير إن شاء الله. يلا أنا ساير عنكم، تبون شي؟ لا تنسى تسلم على خالتي. إن شاء الله. وأنت لا تنسى اللي طلبته منك. يلا مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام عمي. هلوان، كيف البيع اليوم؟ كل شيء تمام يا عمي. زي سير عند البحر، هناك هدوان يحصل. تامر يا عمي. السلام عليكم عمي. عليكم السلام، اهلا مازن. تفضل استريح. احسنت. خير يا ولدي، كأنك تبي تقول شيء. كيف خاطرك؟ امر، راني حاضر ومستعد. عساك ذخر يا عمي، بس جاينك في طلب واباك ما تردني. حاضر وممنون يا مازن، تفضل. ياسر. ياسر؟ انا ما قايل لك هتتدخل بيني وبين ياسر هذا ابدا؟ ما علي يا عمي، بس هالمرة نطالب منك طلب، أرجوك. علامة ياسر بعد، إيش في؟ ياسر من يوم ذيك السالفة يا عمي يدور على شغل وما محصل. يعني يكون أنا اللي مانع عنه الشغل بعد؟ لا يا عمي، ما هذا القصد؟ هيا ليش القصد؟ ياسر يباك تدور له على شغل معك. معي أنا؟ ياسر اشتغل معي أنا؟ أي شغل يا عمي، هو مستعد. وهو طلب منك تقول لي؟ لا بصراحة هو ما طلب، أنا اللي عرضت عليه إني أقول لك. وإيش قال؟ ينتظر الرد مني. زين ما عليه، أنا بعدني بطلع أحسن منه. يعني بتشغله يا عمي؟ علشان خاطرك يا مازن، عشان ما طلعك قدامه صغير. مشكور يا عمي وما تقصر. زين عيل، خليني البيت بعد المغرب وقول لي. يقول لك عمي سير للبيت. تشتغل عند يابر؟ هذا إذا رضى يشغلني معه. بعد كل اللي سوى فيك؟ هيش أسوي غصب عني عشان أقدر أصرف عليكم وأخليكم ما محتاجين حال حد. وتذل نفسك يا ياسر؟ ومن قالني بذل نفسي؟ أنا بشتغل. أيوة، بس بتشتغل مع يابر، ويابر هو السبب في اللي أنت فيه الحين. إذا تبى فلوس ياسر خذ ذهبي وبيعه. ما يمكن هذه بداية عشان تتصافى القلوب يا نوارة. وذهبك لا يمكن أمسه ولو أموت من الجوع. يابر عمره ما راح يصفى قلبه حال حد. المهم خلينا نشتغل أول، كأن مازن تأخر. ود هذا مازن وصل. ماجد قم حبيبي افتح الباب. قم يا ياسر. هاي يابر وافق يشغلني؟ والله ما أعرف. يا رب. حياك حياك يا مازن. حياك، تفضل. يا ياسر كيف حالك؟ الحمد لله بخير. تفضل استريح. أنا ولا يتفضل ولا يستريح، بس هيا بشرك وأقول لك إن عمي وافق يشغلك عنده. وافق؟ نعم وافق. ويباك تسير للبيت؟ متى يباني أسير له؟ الحين. هالحين؟ أيوة الحين. وأنا من رأيي إنك تسير له وتشوف إيش بيقول لك. خذ يا ياسر. إيش هذا عمي؟ هذه فلوس. يا عمي أنا جاي أطلب شغل، ما أطلب فلوس. وهذا تراه شغل؟ خذ الفلوس وانا بفهمك على كل شيء. تفضل فهمني. هذه 50 قرش. 50 قرش؟ نعم 50 قرش. وهيش اسوي بهال50 قرش؟ المطلوب منك تشغلها في التجارة. كيف يعني؟ يعني تشتري ثياب وعطورات والتاجر فيه. والأرباح؟ الأرباح النص بالنص. زين أنا ما عندي دكان. هذه بالتاجر فيها بدون دكان. كيف يعني؟ يعني تطوف البلادين اللي عدالنا وتبيع فيهن، وإذا حصلت الدكان هناك زين بعد يبس فيه. وليش ما بيع هني؟ كيف يعني؟ تبى تنافسني؟ لا ما قصدي. أنت مقصدك إني يكون لك فرع من الدكان هناك يعني. زين ومتى أبدأ؟ أباك من باكر تسافر. باكر؟
نعم باجر وتوكل الحين يلا تسهل يلا توكل على الله. يقدر يسوي شيء وببعد عن البلد ما بخليه يتهنى براحه طول عمره. باقي حمزه ما عليه بيه الدور بكسر خشمه هو اهل البلد كلهم.